أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في خدمة دروس المرحلة الدراسية ثالث ابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المادة لغتي الجميلة. موضوع الدرس مراجعة الوحدة الخامسة، مكارم الأخلاق. إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري. يسعى هذا الدرس أيها الأحبة إلى تحقيق الأهداف التالية: أولاً، أثر مكارم الأخلاق على الفرد والمجتمع. ثانياً، التعرف على المعاني الغامضة في النص باستخدام الترادف والتضاد. ثالثاً، أن يطلع الطالب على نماذج إيجابية. فهيا معاً لتحقيق هذه الأهداف. عزيزي الطالب، ما أثر الحياة على الفرد والمجتمع؟ ما أثر الحياة على الفرد والمجتمع؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلاً. الحياء يمنع صاحبه من التقصير. أحسنتم. إجابة رائعة. ما الإجابة الأخرى؟ نفكر. البعد عن اقتراف الآثام. أحسنتم. ما الإجابة الأخرى؟ نفكر قليلا. محبة الناس. أحسنتم. عزيزي الطالب، استنتج الأخلاق الكريمة من الصور التالية. عزيزي الطالب، ما الخلق الكريم في هذه الصورة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الرفق بالحيوان. أحسنتم. قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة بالحيوان بابا من أبواب الأجر ودخول الجنة، كما جعل القسوة معها سببا لدخول النار. عزيزي الطالب، ما الخلق الكريم في هذه الصورة؟ نفكر قليلا. ما الإجابة؟ الكرم. أحسنتم. ما المقصود بالكرم؟ نفكر. إنفاق المال الكثير بسهولة من النفس في الأمور الجليلة. أحسنتم. عزيزي الطالب، ما الخلق الكريم في هذه الصورة؟ نفكر قليلا. بر الوالدين. رائع. أي طاعتهما وإظهار الحب والاحترام لهما. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. أحسنتم. عزيزي الطالب، أضع علامة صح أمام السلوك الإيجابي فيما يلي: أولا، التحية. ثانيا، البخل. ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر قليلا. التحية. أحسنتم. وهو قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رائع. عزيزي الطالب، أكون أسئلة للإجابات التالية باستخدام كيف ولماذا. الإجابة: غضبت سارة من أحلام لأنها أذاعت السر.
ما السؤال المناسب باستخدام كيف ولماذا؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. لماذا غضبت سارة من أحلام؟ أحسنتم، إجابة رائعة. الإجابة الثانية: لم يخبر أنس ابن مالك رضي الله عنه أمه بحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حافظ للسر. ما السؤال المناسب باستخدام كيف ولماذا؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. لماذا لم يخبر أنس ابن مالك رضي الله عنه أمه بحاجة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم. الإجابة الثالثة: نكسب محبة الناس وثقتهم بحفظ أسرارهم. ما السؤال المناسب باستخدام كيف ولماذا؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. كيف نكسب محبة الناس وثقتهم؟ أحسنتم. عزيزي الطالب، ما الصفة الإيجابية الواردة في الحديث الشريف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الخيار الأول الأمانة، الخيار الثاني الصدق. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الصدق، أحسنتم. عزيزي الطالب، ما المقصود بالصدق؟ هو الخبر عن الشيء على ما هو به. أحسنتم. ما الصفة الإيجابية الواردة في الآية الكريمة؟ قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الخيارات: الخيار الأول الكرم، الخيار الثاني الأمانة. ما الإجابة؟ الأمانة، أحسنتم. عزيزي الطالب، ما المقصود بالأمانة؟ نفكر. كل حق لزمك أداؤه. أحسنتم. عزيزي الطالب، ما المقصود بخلق الحياء؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. انقباض النفس من شيء وتركه حذرا عن اللوم فيه. أحسنتم. أحول الفعل إلى اسم يدل على المكان، ثم أضعه في جملة من إنشائي. قبل أن نجيب، ما المقصود باسم المكان؟ ما الإجابة؟ اسم مشتق للدلالة على مكان وقوع الفعل. أحسنتم. الفعل نزل، نزل. ما اسم المكان من الفعل نزل؟ ما الإجابة؟ منزل، منزل. أحسنتم. اسم المكان منزل. الجملة، ما الإجابة؟ نفكر قليلا. ذهبت إلى منزل جدي. رائع. عزيزي الطالب، أصل الكلمة بضدها. قبل أن نجيب، ما المقصود بالأضداد؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا.
الضد هو كل شيء ضاد شيئا ليغلبه. أحسنتم. خافت، الخيارات: الخيار الأول مرتفع، الخيار الثاني منخفض. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. مرتفع. أحسنتم. يستحي، يستحي. ما الإجابة؟ الخيارات: الخيار الأول يحتشم من فعل القبيح، الخيار الثاني يجترئ على فعل القبيح. ما الإجابة؟ يجترئ على فعل القبيح. أحسنتم. عزيزي الطالب، أصل الكلمة في القائمة ألف بمعناها في القائمة باء. الخليفة، الخليفة. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. السلطان. أحسنتم. يقاسون، يقاسون. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. يعانون. أحسنتم. تألم، تألم. ما الإجابة؟ توجع. أحسنتم. عزيزي الطالب، أتأمل الصورة ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. عن أي شيء تتحدث الصورة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. أطفال فقراء. أحسنتم. أصف حال الأطفال. ما الإجابة؟ جوعى. عزيزي الطالب، ما فضل الصدقة؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. تمحو الخطيئة، قال صلى الله عليه وسلم، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار. أحسنتم. عزيزي الطالب، ثلاثة كلمات تحوي الشمسية. قبل أن نجيب، ما المقصود الشمسية؟ ما الإجابة؟ نفكر قليلا. هي اللام التي تكتب ولا تلفظ أثناء القراءة، ويأتي الحرف الذي يليها مشددا. ما الإجابة؟ نفكر. الصديق، الصديق، الصديق. أحسنتم. تحوي الشمسية، تكتب ولا تلفظ أثناء القراءة. ما الإجابة؟ نفكر. الناس، الناس. تحوي الشمسية، تكتب ولا تلفظ أثناء القراءة. ما الإجابة؟ نفكر. السماء، السماء. تحوي الشمسية، تكتب ولا تلفظ أثناء القراءة. أحسنتم. عزيزي الطالب، ثلاثة كلمات تحوي القمرية. قبل أن نجيب، ما المقصود القمرية؟ نفكر قليلا. هي اللام التي تكتب وتلفظ، ويكون الحرف الذي بعدها غير مشدد. أحسنتم. ما الإجابة؟ الخليفة، الخليفة. تحوي القمرية، تكتب وتلفظ. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الجوع،
الجوع تحوي القمرية تكتب وتلفظ. أحسنتم. ما الإجابة؟ نفكر قليلا. الفقر. الفقر تحوي القمرية تكتب وتلفظ. عزيزي الطالب، نستنتج مما سبق بأن الشمسية تكتب ولا تلفظ، والقمرية تكتب وتلفظ. عزيزي الطالب، أضع علامة صح أمام السلوك الإيجابي فيما يلي: الخيار الأول النظافة، الخيار الثاني الكذب. ما الإجابة الصحيحة؟ نفكر قليلا. النظافة. أحسنتم عزيزي الطالب. ما المقصود بالنظافة؟ يقصد بالنظافة سلوك المسلك الصحي، والنظافة تشمل نظافة البدن والبيئة. أحسنتم. تعلمنا اليوم الدروس المستفادة: أولا الحياء، ثانيا مساعدة الفقراء، ثالثا الكرم، رابعا الدعاء، خامسا إلقاء التحية. هذا هو درسنا اليوم، وإلى لقاء قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.